بويز اند جيرلز، حلقة جديدة، وصفة جديدة مع سبينيز. وهلأ محضر لكم شيء اسمه Animal Style Fries. أول شيء رح نحط الزيت على النار ونحميه. بهالوقت فينا نفرم شوية بصل ونحطهم بالمقلية. أوكي، هلأ عنا نحنا المقلية تبعيتنا، بنحط فيها شوية زيت زيتون. هلأ أكتر شغلة رح تاخد معنا نحنا وقت اليوم بهيدي الطبخة هي آلية البصل. شو بدنا نعمل؟ بدنا نقليه على نار واطية على فترة زمنية عالية، ونرجع زيد عليه شوية ملح وشوية بهار وشوية سكر أسمر، مش هيك نحن بنسميه caramelized onion. بهالوقت رح نعمل المكون الثاني تبع هيدا الطبق اللي هو Thousand Island Sauce. أول شي بنبلش بشوية مايونيز، كاتشب، وإذا عندكم بيكل ريليش بالبيت خالص فيكن تستعملوه، أو إذا ما عندكم نستعمل كبيس صغير وبنفرمه فرم كتير ناعمة. هلا أنا بالأنيمال فرايز تبعولي دايما بحب زيد شوية حر. الصوص صارت حاضرة، بصليت على النار، صار فينا هلا نقل البطاطا تبعنا. الزيت صار حامي، بدكن لكل شخص 300 جرام بطاطا، هون أنا عندي 600 لشخصين. فوقت نشوف انه نحن هلا بصلتنا بلشوا يتحمروا، ما بدنا نتركهم هيك، بدنا نساعدهم لنعطيهم شويه مي، لان احنا بدنا ناخذ منهم خواص البصل، بس ما بدنا اياهم يكونوا مقرمشين. بدنا نحط عليها شويه بهار، رشه ملح، ورشه سكر اسمر، وبنتركها على نار كثير هاديه. بيوتيفول، شوفوا كيف البصل تحول من شقف بصل مقرمشة لمربى بصل. ليكو هلا صار فينا نصفي البطاطا. Alright boys and girls، صارت البطاطا على الصحن. هلا صار وقت نحول البطاطا لانيمال ستايل فرايز. اول شغله بدنا نحط مربى البصل اللي حضرناه، بعدين بناخذ شويه تشيدر، فيكم تستعملوا ايمونتال او موزاريلا، بس التشيدر بيلبق كتير على هيدا البصل. وهلا بنفوت الصحن على الفرن 5 دقائق بس لحتى تذوب الجبنة. مش ناقصة الا شغلة وحدة، الثاوزند ايلاند صوص اللي عملناها قبل شوي. شو بدها بعد ليعطي هيك لون حلو؟ رشة بقدونس. And there you have it boys and girls, the animal style fries made famous by In-N-Out. See you next time.